مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير، وأهلا ومرحبا بكم في سهرتنا لهذا الأسبوع زهرة الروض. زهرة الروض لهذا الأسبوع مع واحد من الشعراء اللي أيضا وضعوا بصمتهم على أغنية الحقيبة، وإن كان هناك حديث عن أنه يمكن أغنياته ما هي بالكمية الكبيرة ولكن بالجودة العالية والعظيمة، من خلال كلمات جميلة، من خلال فنانين كثر تغنوا لهذا الشاعر الكبير علي المساح. سنتحدث من خلال هذه الحلقة مع ضيوف أعزاء داخل الاستوديو. برحب كثير جدا بالأستاذ محمد محي الدين. أخ محمد محي الدين، أنا سعيد أنك تكون معي، وأهلا ومرحب بك. مرحب بكم، مرحب يعني بكل هذه التحايا لشاعرنا الكبير علي أحمدانا علي المساح، والذي يعتبر ضيف الشرف لهذه الحلقة وهو جدير بذلك يعني. نعم، أنا برحب بك كثير جدا، وبرحب الفنانين الشباب اللي معاي، الفنان شاب محمد حسن حاج الخضر، أنا برحب بك وأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك معتصم، وأهلا بكل الضيوف معنا في الاستوديو، وأنا سعيد جدا أكون في هذه الحلقة المميزة لشاعر مميز، لشاعر على المساح، وأتمنى أنه نقدر يعني نأدي أغنياته بشكل سليم وجميل وينال رضا المشاهدين إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك وحبابك، وايضا الفنان الشاب طلال عبد الرحمن او طلال حلفه، اهلا ومرحبا بك، ونحن نتكلم عن هذا الهرم الكبير. اهلا بك استاذ معتصم، سعيد جدا بالتواجد في قناه الشروق مع الكوكب الجميله دي، وسعيد جدا بالتغني في الحلقه دي لشاعر عظيم زي علي المساح. ان شاء الله نقدر نقدم ما يرضي الناس ويرضي المشاهدين. اهلا ومرحبا بكم، وما ننسى كل الفرقه الموسيقيه من ليجي وناجي والبقيه، انا مرحب بهم. ودائما مع بداية كل حلقة بنسمع واحدة من الأغنيات، حنسمع شنو؟ نبتدي بغصن الرياض المائد، لأنه هي من عيون ومن أعظم ما كتب علي المساح. نبتدي بها ونشوف بعد كده حنشوف حنغني شنو. نعم تفضلوا. انت ناظر
الغافل جفتني بنظر ليمك عايد، شفتك زي هلال العيد وفيه وفيه عايد. زمن جبال أيام دلال دلال وعداي، جفيتني ليك أنا ليك راي يا غصن الرياض أنا حيني هاجرت انت ناظر نادر زايد، يفيدني ليه وين ليك رايد. القديم تبين مصايب وجدايب، حين يا حبيب كفاي قر العذاب العذاب وشدايب، يفيدني ليه وين ليك رايب. يا خلاص للحواري الميل دينا حسنك ليك يدوم، لا امتلد لا والي، جفيتني ليك انا ليك راي. يا غصن الرياض الماي انا حيني هاجرك انت ناظر نادر زايد، جفيتني ليه وين ليك رايد. عاصف النشيد وانا شاري في مدحك بنيت قصر الرشيد الرشيد الشايد، جفيتني ليك انا راي. غصن الرياض الماي انا حيني هاجرك انت نادر نادر زايد، جفيتني ليه وين ليك رايد. الرياض الماي أنا حلي
ليلك وانت ناري استمتعنا بواحدة من الأغنيات الجميلة الرائعة بصوت جميل ورائع صوت الفنان طلال وحركت كل الاستديو. بعد ما استمعنا محمد محي الدين دارين نمشي مدني، يعني احنا دائما لما نتكلم عن الحقيبة بيجي بالخاطر أم درمان، دارين نمشي مدني ونشوف النشأة بتاعت الشاعر العظيم المساح عليه الرحمة. أول حاجة أنا محيي طلال على هذا الأداء الرفيع اللي هو بعتبره مدخل زي ما هو قال، يعني بيوري عظمة المساح وأبو غريبته وهو كيف اخترق إحساسك من أول وهلة، بالذات في الأغنية اللي غناها طلال دي. يعني المساح علي أحمدانا يعني لما جمدني هو طفل صغير، ملامح مدينة مدني في العشرينات، هو أقول في بداية أيام الاستعمار البريطاني والحكم الثنائي، هي يعني كانت مدينة، أقول مدينة طقسية، مدينة تقوم على المحبة، الطرق الصوفية تمتلئ بها، المقاهي الجميلة الفريدة في نوعها، في حي يعني أم سويغو، الحي ده كان بتسكنه جاليات متعددة في الفترة ديك، وأيضا في السوق الكبير كانت بتوجد المقاهي. المقاهي دي كان روادة بيجوا، وكانت هي عبارة عن منتديات ثقافية في الفترة ديك، يعني ما الناس بتشربوا بس، لا ما الجبنه ما القهوه والشاي، يعني بيجي فيها المنشد الديني، بيجي فيها المقرئ، بيجي فيها الشاعر، بيجي فيها الفنان، يعني بيجي فيها السياسيين. ايوه هاي حتى بعد ذاك بدات الانديه يمكن في العشرينات، فعلي المساح يمكن ظهر في الجوده القديم مدني او مدني القديمه، كانت عباره عن حي واحد ممتد يعني على نهر النيل، وبيجاي أم سويقة وبيجاي المدنيين، والعلاقات الإنسانية بين الناس كانت يعني متداخلين، أي متداخل تداخل، حتى البيوت كانت مفتحة مع بعضها البعض، من السمات يعني كانت في مجتمع المدينة مجتمع القبول أو التقبل، كان في جاليات متعددة في هذه في المدينة، في كان في الشوام، كان في الأرمن، كان في الهنود، المصريين، حتى اليهود، وكان في المصريين ومسلم الأقباط. أيوة ده كلهم، طيب ده كلهم قاعدين كده، كان برضو في تداخل بعد التباين ده، في تداخل، ما هم تجار يعني، العلاقة كانت أيوة بيناتهم. أيوة العلاقة علاقة سوق، علاقة ساكنين في الحي ذاته في القسم الأول، وناس بتتلاقى، وحتى في المناسبات هم بيجوا للناس يعني. نعم، فأكيد بهذه يعني العلاقات وبهذا الاختلاط الجو، بالإضافة للصناعات المتعددة اللي كانت موجودة في هذا الحي، يعني صناعة الأحذية والمراكيب الصرماطية، يعني التجار، أيوة الحرفيين، والجروف على النيل، وتتوسط المشهد ده كله قبة الشيخ عبد السيد يعني. نعم، الصوفية بيجاي والأحمدية بيجاي والتجانية بيجاي، فالمشهد كان كله عبارة عن مشهد طقسي، مشهد جميل، مشهد اجتماعي لابد أن يولد حاجة جميلة ومبدعة، الإبداع يعني. نعم، طيب نحن قبل ما نمشي ونسمع من محمد، أنا دا أعرف من محمد الجو، يعني يمكن زي ما الأخ والأستاذ محمد يتكلم عن الجو اللي صنع هذا الفنان الرائع، تفتكر انه الاجواء دور شنو للفنان؟ يعني يعيش في جو هادي زي ده وجو بتاع ده؟ والله طبعا اكيد الفنان هو ابن بيئته. نعم، يعني البيئه اللي نشا فيها الفنان هي اللي بتشكل ملامح الفنان، وفي شكل مفرداته، في شكل الالحان، في شكل العمل الابداعي اللي بيقدمه، اكيد البيئه عندها الاثر الكبير. فيمكن في تاريخ الحقيبه عموما
بنلقى انه التصوف عنده اثر كبير جدا جدا في اغنيات الحقيبه طلعت، يعني حتى من خلال المفردات اللي تناولها الشعراء بتلقى دائما مربوطه بالتصوف. نعم. ف ده بيعني انه يعني كل الشعراء دول نشأوا في بيئه بتاعت خلاوي قران وفي بيئه تصوف، فيمكن البيئه دي كان عندها اثر واضح جدا في شكل المفردات و... انت لو لاحظت في الاغنيه بتاعت الشاغلين فؤاد القدم المساح في مقطع فيها بقول ونادي الفجر نادى وقال يا اهل الصلاح. نعم. فده بيوري الوقت حاضر وقاموا خلاص وانا الوقت وانا الليله غايم لا خيال، ده دلاله على انه هم ما كانوا عبارة عن كتاب، هم كانوا ناس صوفيين. نعم. وبيستدلوا وبيستنبطوا الكلمة من صوفيتهم دي، عشان كده حتلقى أشعارهم فيها بلاغة، فيها بلاغة عجيبة جدا، اللغة ذاتها فيها استنباط، فيها مشاهد، رغم انه اغلب الشعراء ديل الغالبية العظمى منهم أميين، يعني نعم. ما درسوا كده، لكن ده اللغة عالية جدا. نعم. انا نحن قبل ما نسمع قبل ما اديك ملاحظة في كلام محمد هسه قبل ما انتقل منها، يعني التحول بتاع أغنية الحقيبة من 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 يعني الأغاني الزمان اللي هي كان الدوبيت شغل الدوبيت و يعني شغل الطنبارة كانت تحول للريق. للريق. نعم. طيب سرور جاب الريق ده من وين؟ الريق ده بتاع الأحمدية صح. نعم. بتاع الصوفية صح. وبعض الناس بيقولوا إنه هو مشى مصر وجابه من هناك، لكن المرجح إنه هو بعلاقته سرور من دم مجدوب. نعم. حي حمدني. نعم. حي حمدني. نعم. وجاء وسكن في الحي المجاور لأسرة سعدابي اللي هم أحمدية. نعم. والأحمدية بيستخدموا الرق هو عجبته الفكرة وشال الرق ده ودخل في الغناء، ومن هنا انطلقت أغنية الحقيبة نحو التطور الجديد. نعم. يعني طيب مع الرق ومع المعلومة اللي انت هديتنا ليها قبل شوية، يعني يمكن أول مرة أنا أسمع المعلومة دي، سمعتها طلال؟ أي انت سمعتها محمد؟ والله أنا ما سمعتها. انتوا فنانين لازم تكونوا سمعتوها. طيب نحن حنسمع شنو أحمد بعد الفاصل؟ حنمشي فاصل لكن ورينا حنسمع شنو؟ حنسمع الشاغلين فؤادي. طيب واحدة من الأغنيات الجميلة جدا. نعم نحن. نعم. بعد ما نمشي ناخذ فاصل حنيجي راجعين عشان ما نسمع الشاغلين فؤادي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. محمد حنسمع الشاغلين فؤادي. الشاغلين فؤادي دهين فايدين في البي يا زارف دمع المايقين شغلين فؤادي ودهين فايدين في البي يا زارف دمع يا ناس اجتمع قوموا يا أحبة نسترق السماع ما بطيق القادم والبان اجتمع شغلي فؤادي فايدين فايدين في البي يا زاري لو مع المايقين فرحنا بالأيام ولا
شافت لحومي وأعضائي خدروا لموني العوازل بحال الذرو تايهين في دلالهم تايهين ما دروا الشغلين فؤادي وتايهين فايقين يكفيني بي زاري بدمع البايقين سامرت الكواكب لما الفجر لاح نادى الفجر نادى وقال يا هلا الصلاح صلوا الوقت حاضر قاموا هلا الصلاح وانا الليل خايم لخيال ليلاح شغلين فؤادي وتايهين مفايقين مع المايقين النسيم عاودني أقوم من نومي صاح مشغول فكري حاير مشطوب انشطاب يا نسيم بالله تجيب رد الخطاب او عجاه لني وما بتحمل عتاب الشغلين فؤادي وتايهين فايقين يكفيني بي يا زارف دمع المهايقين يا تضيع من الحال ديكي أخير لي النجيع وحسرة شباب الميت لي وجيع شغلين فؤادي فايهين فايقين فيه بي يا زارف دمع شغلي فؤادي تايهي فايقي يكفي البي يا زارف دمع المايقي شغلي فؤادي تايهي فايقي يكفي البي يا زارف دمع المايقي يكفي البي يا زارف دمع المايقي يكفي البي يا زارف دمع شغلين فؤادي تايهين فايقين يكفي البي يا زارف دمع المايقين استمتعنا بواحدة من الروائع أيضا من الفنان الراغي محمد وأنا بمشي طوالي بعد الأغنية الجميلة اللي استمتعنا بها من الأخ محمد دار أمشي لمدني أرجع تاني لمدني ودار أشوف منو
من الناس يعني تكلمت عن الحاجات الاجتماعيه وتكلمت عن البيئه اللي كان موجود فيها ونشر فيها، ده اشوف منو من الفنانين اللي كانوا فيه اللي استفاد منه واستفادوا منه في الفتره دي؟ طيب يعني انا احيي محمد يعني برضو على هذا الاداء الرائع، ونحن ناس مدني نكون مبسوطين جدا طبعا. يعني كل ما نلقى زول بيعدي للمساح بصوره الراغيه دي والجميله دي، يمكن يعني قوه جاذبيه حي المدنيين في الفتره دي، وحي المدنيين هو قلب مدينة واد مدني. يعني تلقى شيء غريب جدا جدا انه في المنطقه اللي قلت عليك دي، منطقه سعدابي ومنطقه ودقيحه ولورا امتدادات العشير وكذا والدباغه، منطقه مليئه بالفنانين والمبدعين ولحد الشارع البحيريه. يمكن في المنطقه دي بالتحديد يعني ولد الفنان الشبلي، فنان كبير نحن بنعتز به اللي هو يعني محمد احمد سليمان الشبلي. ويعني هو ما ظهر اعلاميا وما لانه مات صغير غرقا، لكن هو كان سابق للمساح وسابق للكاشف وسابق لعمر احمد. عمر احمد سرور كان قبلهم ولا؟ ها؟ سرور قبلهم ولا معاهم؟ سرور اكبر منهم، اكبر منهم، لكن سرور جا المنطقه اللي فيها الشبلي دي ذاتها من ود المندوب وسكن جنبهم في نفس المنطقة. كان في عوض الجاك ومن قدام شوية كان في الكاشف، الكاشف أصغر أو يعني أصغر منهم برضو. فالشبلي ده كان بيتميز بصوت، يعني يقولوا الناس احنا ما حاضرينه، يعني صوت جميل جدا وأدارة فيه جدا جدا وتلحين عالي. يعني من ضمن الاول زول غنى الاغنيه اللي غناها محمد قبل شويه شاغلين فؤادي، وغناه وانت بدر السماء في صفاك قبل الكاشف. اول من غناه هو غناه الشبلي. الشبلي هو يقال يا استاذ انه كان في ثنائيه ما بين علي المساح والشبلي. أيوة. حتى وسط الرياض المايد حتى قالوا غناها الشبلي، تحس بانه كان في ثنائيه بينهم، كانوا اصدقاء كده. الشبلي هو مبدع يعني وكثير من المبدعين يموتوا في صغارهم مات غرقا. وايضا الفنان المبدع الكبير عمر احمد من مدينه واد مدني وبرضه نفسه في نفس المنطقه، حتى نفس المنطقه غنى ملك الطيور وغنى يعني كان بدري عليك ثم ارتحل يعني. لكن المنطقه دي بالتحديد كان جمعت الجماعه ديل وابتدات منها هذه الكلمات الرائعه وهذه الالحان العزبة. ومما جذب العديد من مبدعي الخرطوم في العشرينات في تلك الفترة. صح. وهذه مسجلة يعني. جذبوا جو هناك يعني ولا جو مدني؟ جو مدني. اي من ضمن الناس جو شعراء يعني، جاء محمد علي عبد الله الأمي وعتيق وأبو صلاح ويعني عبيد عبد الرحمن جو مدني كان جو إبداع كذا. ايوه وجاء كرومة. نعم. يعني برضو علاقتهم مع سرور، علاقتهم مع المساح، ويمكن بدأ النجم الكاشف يلمع بعد ذلك. هي العلاقة بالتأكيد علاقة فنية وعلاقة، وفيما بعد عرفنا أنه برضو المساح جاء أم درمان والتقى بالمبارك إبراهيم الإذاعة. ويمكن في الفترة دي قدم بعض الأعمال لأم الحسن الشايقية، لكن ما حظينا ب ما ظهرت هذه الأعمال يعني. نعم. يا طلال، يعني يمكن نتكلم هسه عن مجموعة، عوض الجاك، عمر أحمد، الشبلي الكاشف. أنا عايز أضيف حاجة بسيطة معتصم بدون قطع كلامك. الشبلي ده من 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 قوة أداءه وجمال صوته يقال بأنه شوف الأغنيات دي، كان الشبلي كان مساح توفوا بدري. نعم. ما في كثير من الاغنيات. لكن على قدر السبع او ثمانيه اغنيات اللي قعدت هي كلها وصل الشبلي بينما انه هو توفى يعني بدري، لكن بدري. الاغنيات من جمالها وصلت وبقت قاعده راسخه قاعده ومخلده مع اغنيات الحقيقه كان يعني. كان تداولوها بعد لغايه يوم الليله يعني. نعم فعلا. انا داير اقول شنو يعني، يمكن قبل محمد تكلمت عن البيئه. نعم. يعني مجموعه من الفنانين ويتجمعوا في منطقه زي دي، اكيد حيكون في تنافس وتنافس شديد جدا. طبعا اكيد. بعدين يمكن كان الميزه الاكبر اللي سمعنا بها انه المبدعين ديل زمان كانوا مش منافسه فقط، وانما كان الناس
نظام الورش منافسه مشاور منافسه مشاور ايوه مشاور مع بعض الاغنيه يعني بتطلع بتكون هي محصله بتاعت اراء مجموعه كبيره جدا من الشعراء والملحنين والفنانين والسميعة الناس اللي بيكون يسمعوا ويقولوا رايهم نعم بيقولوا رايهم يا 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 طلال احنا بنتكلم عن الالحان انا داير اسال ليه الالحان دي لغايه الان خالده وانت تكلمت قبل شويه الالحان دي لغايه الان خالده لانه بكل بساطه هي مباشره وجميله وبعدين يعني متداوله ومتناقله يعني يعني من زمن لزمن جاي وماشي لغايه يوم الليله نعم عشان كده لغايه الان هي متداوله وموجود لانه كلمات رصينه وفيها يعني فيها نعم. جماليات لو انت عينتها فيها كل جماليات اللغه نعم الاغنيات الحقيبه دي نعم ده اللي خلاها هي قاعده وراسخه نعم. موجوده قبل شوي انت تكلمت عن انه يعني اغنياته ما كثيره عنده غنى ثاني ما ظهر مثلا قد يكون في يعني قطعا يا اخ محمد ما اظن يكون كتب له سته وبس او سبعه زول فنان زي ده يعني انا 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 قلت لك يعني هو يعني ام الحسن الشايقيه هو اداها غنى وكده ويعني عوض الجاك في اغنيه ثاني يعني انا سمعتها له وغناها له وكان مشى جبل اوليه ويعني هو ما بيدور يطلع من مدن على الاطلاق يعني يمكن تعب من المزال دي وكتب قصيده وغناها عوض الجاك انا سمعتها بصوت عوض الجاك لكن المساح هو كان يعني ممتلئ باشياء كثيره يعني المساح كتب عدد من المدائح كثيره جدا جدا وملحنه موجوده في زاويه الشيخ عبد السيد وكان هو بيجي يعني لهذه الطريقه يعني المساح ايضا كتب الكثير من المداعبات الاخوانيه ودي بعض الناس حافظينها في مدينه واد مدني وكتب شعر وطني يعني كتب شعر وطني ويمكن التقى بعلي عبد اللطيف عام 22 علي عبد اللطيف جاء مدينه واد مدني وانشا ثوره اللواء الابيض ايوه عمل مجموعه هناك ومن ضمن المجموعه دي اختار ايوه هو انضم له كثير من الشباب من ضمنهم عنده دور وطني كبير علي المساح وحتى عنده قصيده يمكن دخلته السجن وغاضوا فيها بتتذكر فيها حاجه قصيده؟ لا يا متذكر الاربع ابيات الاولى فيها يمكن يا ريت نسمع اللي هو هجا فيها يعني الانجليز وقال انا دابي بادي في الهجي يا ام ليك حق تزهجي الفي بلاد عربجي يجي عندنا هنا حاكم عام يجي يعني هناك عربجي وهنا حاكم عام لازم يخش السجن البلاد هانت بمجيء الانجليز اي واحد هناك ما عنده صنعه يبقى حاكم عليه حاكم عام نعم لكن لازم يسجن لازم احترامنا لكل اهل الصناعات لكن انا عندي مثلا في حته الاقلال دي او مقل دي حتى لو كان مقل مع انه بعض الناس المدني بيقولوا انه كان عنده شنطه كبيره بتاعت حديد وبيخد فيها حاجاته دي لكن بتنقله من حته لاخرى قد تكون اي قد تكون او قد يكون الزول اللي عنده هو توفى ايضا الكلام ده ما صار له 95 سنه بيكون يعني هو المساح توفى سنه 66 لكن مما بدا والشعر وكده يعني قريب له قرن يعني والله استاذ محمد ان شاء الله الشنطه تكون قاعده ان شاء الله المفروض هذا الحياه لكن حتى اذا كان مقل هل الاقلال يعني يحرم الزول من انه يكون ابداع وزايع الصيت وكذا الطيب صالح وما كتب كميه من الروايات صغيره جدا خالدة وبقى في المئة روائي عالمي يعني دخلته التاريخ يعني القله لا تعني عدم الابداع نعم ولا لما كانت هذه الاغنيات لحد الان خالده يعني يغنونها استطلال ومحمد برحب بكم من جديد وبرجع للاستاذ محمد استاذ محمد تكلمت قبل شوي انت عن الصوفيه والمديح انا لاحظ هو في النهايه بوقع باسمه والكلام ده انا لقيته في المديح كثير جدا في علاقه بتربط بين توقيع اسمه والمديح ولا هو بيقصد شنو من الله ربما يكون المساح يعني يكون زي كلامك ده اخذها من المديح يعني المادح في كل قصيده بعد ما ينتهي منها وبيذكر اسمه وبيطلب الاستغفار وكده نعم المساح ذكر سموها التوقيع مش كده توقيع التوقيع نعم توقيع سموها التوقيع المساح وقع في نعم. اكثر من قصيده يعني في شغلين فؤادي ذاته يعني ناشي يقول اخيك المساح علي
حالته صعيبة، واصل يا محمد علي، محمد علي الأمي الشاعر. وفي وفي وانا المساحة زين البكر قلت انا قبل نعم. يعني نعم فهو بيدخل اسمه في 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 القصيدة، في القصيدة دائما بيدخل اسمه نعم. يعني في في عدد كبير من القصائد يعني ده الى ان تقوم الساعه ما حد ينسى قصيدته دي للزول الثاني ثبتها يعني خدت الختم بتاعه ختمها الان الحياه دي ما عندي شغل في في اغنيات زي دي ولا ما 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 زن والله ما كثير ما 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 بقت موجوده الاغنيات دي والتوقيع ده ما كثير بعدين اغلب الحاجات يمكن تلقى فيها توقيع شاعر في النهايه دائما بتكون في في المدايح النبويه المدايح النبويه ايوه ده باكد انه هو كان قريب من ايوه في الصلاه دائما في الصلاه في الاخر في الاخر يعني دائما بيقوم ب الراوي بيقوم بوقع اسمه بوقع بوقع لكن في الاغنيات الجيده ما في ما في اغنيات ما في ما في طلال عندك تعليق في هو والمساح طبعا اغنياته كلها ما تدونت نعم بيقول لك لاسباب انه كان مسجون بعد ما طلع من السجن زهي من الكتاب وكده واشتغل في في الحياكه يعني مع ترزي وكده واشتغل في الحياكه وكده وعشان كده ما اغنياته اغلبها ما تدونت لكن انا بذكر في في نعم في في سنه 99 في اغنيه انا انا غنيتها وكانت للمساح قدر ما فتشت عليها ما لقيتها وقالوا لحنها واحد اسمه احمد الجريف او احمد الجريفاوي وغناها كان مغني برضه لا بس انا عايز اقول مقطع منها شوف بيقول بالله يا نسيم الصبا بالله يا نسيم الصبا بالله يا نسيم الصبا جيب لي شغال خبر الربا يا نسيم جميلة كل كلها ما مطروحة أنا سمعتها للأمانة عن عباس تلودي بس لكن أنا ما سمعتها حنرجع لطلال يمكن دانا محور مهم جدا العمل عمل الفنان زمان يعني هم يعني يمكن بيحترف يعني الغنى بالنسبة لهم هواية ما احتراف يعني ما اشتغلوا عشان يمشي يجيبوا قروش أو أو ال- 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 كان هو شغال هو كان أمي وكان شغال ترزي ده نتكلمنا عن النقطه دي بالذات يعني يمكن طرقت لها قبل شويه ايوه هو يعني المساح بدا في حي المدنيين ذاته واشتغل مع ترزي وكان بيعمل العراوي والزراير دي نعم زراير دي طبعا هو شغل بتاع صبيان فدي دلاله عن كان يعني يعني الصبي يعني فلما كبر شويه برضه هو يعني اشتغل في الترزيه واشتغل في اي شغل لاق مش هداوه يعني ورونا ناس الرواه انه كان بيمشي الحصحيصه بيشيل ما ما, ما يخيطه ويبيعه يعني وعلى الاطلاق ما كان عاطل كان بيشتغل يعني وهذه الاسفار ربما وهذه التجارب كلها والعلاقات والكلام اللي قلناه قبل كله وما فتح ذهنه وشحذ عبقريته نعم. اسم المساح ذاته هو ما لغب من وين لغب يعني اختلفوا فيه الناس فبيقولوا كان بيمشي كثير يعني بلف كثير يعني بالحواري بتاعت المدينه بالازقه يبيع البحر حتى بالتامل للتامل أيوة. يعني او لزيارات او يعني لاكتشاف الاماكن يعني الجميله ايوه ايوه كان متحرك في النقطه دي يا استاذ بيمسح نعم يمكن في النقطه دي يعني بنلقى نحن كثير جدا من شعرانا والمبدعين في الوقت ذاك كانوا هم كلهم اصحاب مهام مختلفه صح ايوه صح حرف أيوة. يدويه او يعني قليل قليل أيوة. جدا منهم ما تلقى واحد فيهم عنده وظيفه مكتبيه نعم يعني. دي حقيقه مهن الوقت ذاك يعني أيوة. يمكن يكون لا 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 المهن دي ذاتها خلتهم اكثر التصاق بالمجتمع في فن في صناعيين عشان كده بتلقى بتلقى القصائد ذاتها بتلقى فيها حياه مستنبطه من ايوه من داخل المجتمع مرتبطه بالناس دي حقيقه عشان كده بقت الاغنيات ذاتها قريبه للناس والناس لها سحاب ظاهر يا معتصم البساطه يعني هسه شغل المساح ده رغم انه في تلقى كلمات يعني لغه عربيه فصحى واستخدام لزوم ما لا يلزم يجيب كلمات زي قصر الرشيد الشايد وهاروت وماروت وما بعرفه لكن البساطه بتاعت الكلام والبساطه بتاعت التركيب دي زادها نوع من الاعجاز يعني ونوع من البلاغه يعني فعشان كده بنلقى انها يعني تصل لقلب الناس بتصل بصوره وبتستغل جوا نعم آي. يعني يعني يمكن البساطه اللي اتكلم عنها وقبل شويه محمد الحاجات دي كلها نحن كشعب سوداني عندنا ميزات يعني الحاجه البسيطه دائما نقبلها نعم ويا محمد انا داير اعرف من حته انه المساح قال هو بيتحرك كثير
نحن بيقولوا دائما المبدع قلق ما بيستغل على حاله واحده يمكن تكون الحاجه دي موجوده لا اكيد طبعا هو حاله القلق دي حاله ملازمه للمبدع دائما المبدع ما بيقدر يستقر في محل واحد مسافه طويله ما بيقدر يكون على حال واحد روتيني اي ما ممكن يعني عشان كده تلقى دائما المبدع ما بيقدر يتغير بوظيفه صعب اي مسافه مسافه طويله يعني يجي يوقع ويجي ايوه دخلت امتين وطبعت امتين ليش يطلع ما هي الكلام ده طلال يعني عارفه كويس ليش يطلع في حاجه ثانيه يا معتصم في اعتقادي انه في الزمن ذاك ما كان في تباين اجتماعي نعم ما كان في تباين اجتماعي الناس كلها بتاكل عصيده والناس كلها والبلد ذاتها كانت بسيطه ففرصتك للتامل كانت كبيره هذا البحر وهذا الشجر وهذا الخلوه وهكذا يعني وهذا الناس ما في مشاكل والناس معي واللي بدعمه ايوه يا اثبات اللي كلمت طلال يعني انت اذا مسكت اغاني الحقيبه ما تلقى فيها قصيده تخلو من مفردات الطبيعة نعم صح نعم طوالي يعني هسه المساحة طوالي مع الحمامة نعم حمامة الغصون صداحة والأغنية الثانية يعني لما تعب غصن الرياض الماي غصن الرياض الماي الشجر حتى الطيور اللي بيصفوها الناس بالتشوم هو جابها يا غراب في القصيدة اللي حتغنيها محمد بعد ما استمتعنا بالكلام الجميل والرائع من الأستاذ محمد وطلال ومحمد حسن حنسمع شنو يا محمد الاغنيه دي حنسمع انت بدر السما في صفاك يعني حنمشي للبدر فوق نعم نعم نستمتع بهذه الاغنيه الجميله الرائعه ثم نعود لنتواصل السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا حبيبي متى وفا انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا حبيبي متى وفا والحياة بين شفاء الممات والحياة بين شفاء الممات والحياة بين شفاء الممات والحياة بين شفاء ابنوا فور الصبع في صفاء حبيبي متى وفاء انت بدر السما في صفاء قل لي عن عيني يا حبيبي هذا وفاء قلبي والي بيت ما نسى قلبي والي بيت ما نسى حبيبي قلت زور الطيفك عسى قلت زور الطيفك عسى قلت زور الطيفك عسى قلت زور الطيفك عسى يا حبيب القسى سيب قسى حبيبي متى وفاء انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا يا حبيبي متى وفاء
مشروق قالوا بدر السما مشروق فالحماه ومنع النروق حبيبي خدوا زهري وسن البروق خدوا زهري وسن البروق خدوا زهري وسن البروق خدوا زهري شوفوا أنا ما بروق حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفاك ضلي على عيني ما خفاك يا حبيبي متى وفاك حلال زمن الجهل بنت لال الربع في السهل حبيبي من شروق ناب نشرب نهل من شروق ناب نشرب نهل من شروق ناب نشرب نهل يا زمان هل نعود هل يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفاك قل عن عيني ما خفاك يا حبيبي متى وفاك حجوا فيه النون والهلال حجوا فيه النون والهلال حجوا يحكي النون والهلال ضرفوا فيه الحياة والدلال حبيبي ضرفوا فيه الدر والسلال فيه الدر والزلال فهو فيه الدر والزلال فهو فيه الدر والزلال أكيد أدلع صبيات تلال يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفاك قل لي عن عيني ما خفاك يا حبيبي انت بدر السما في صفاك قل لي عن عيني ما خفاك يا حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي يا حبيبي انت بدر السما في صفاك عن عيني ما خفا يا حبيبي متى وفا برحب بكم من جديد بعد ما استمتعنا أستاذ محمد بدي أرجع للفترة اللي يمكن ظهروا فيها مساح ومجموعته ظهورهم ده ترك شنو في مدني؟ الأثر تركه شنو؟ جميل جدا لكن ما تخلينا نرجع دقيقة كده لمحمد جدا الأغنية فاتت يعني قبل ما أنسى يعني الأغنية يعني الفاتت دي يبدو لي المساح كان في مزاج عالي ولطيف ما في أي بكى ما في أي دموع يعني أي هو والحبيب وأي الجهل ولا شنو طلع من الحرقة الشديدة ديك ويعني في صفاء العلاقة بتكون كويسة الوقت ده كان أي ربما 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 فا
يمكن يعني أو بعتقد إنه يعني أساسا زي كلام طلال الجبيل إنه الشبلي يعني متفرد. الشبلي ذو إمكانات عالية من خلال الحانه. صح. ودي رؤية بتاعت فنان طبعا. أنا يعني خلاص ضمنتها طوالي. لأنه نحن ذاته رأينا كده نحن شعراء وكتاب لكن بنرى كده. وجود الشبلي ووجود يعني المساح في المنطقة دي زي ما قلنا جذب عديد من المبدعين للمنطقة. أي في الفترة دي أنا قلت قبل إنه الكاشف و عوض الجاك عمر أحمد ديل كانوا كورس كورس هاي كورس لمنو كورس للشبلي بداية. نعم. يا سلام كانوا يصفقوا أيام يغنوا هاي جزء من الشغل. وبالإضافة لعبد الرحيم الأمين صاحب الرشيم الأخضر والخديد الأنضر هم سبب آلامي هم برضو طبعا مدني يعني هاي. بعد ما انتهت الفترة دي العشرينات وفترة عمر أحمد وعمر أحمد مات يعني صغير وشبلي مات صغير الثلاثينات طوالي يعني هبت شالونا ده ناس الكاشف أيوة كاشف وعمر أحمد والهندي أخوه وعوض الجاك وما حدو بعد ذاك ظهور الخير عثمان طبعا. نعم. فيعني أنا بعتقد إنها فترة أدت الناس دفعة للناس أيوة يعني فترة يعني أنضجت الحركة الفنية في مدينة ود مدني وبعد ذاك طبعا يعني انطلقت الحياة الفنية وظهر من ظهر من الفنانين العمالقة والكبار بعد ذاك. طيب سرور كان وين في الوكذا؟ سرور جه الخرطوم يعني هو عاش معهم فترة غنى معهم في أيوة مدني أيوة قعد فترة وغنى فترة في مدني و يعني حتى بعد ذاك انطلق أنا وجدت في كتاب اللي هو مدني بعيون طفل وذاكرة رجل لعبد الرحيم سالم إنه نغيم فاهك يمزين دواء يعني لحنها وغناها سرور أي هو مدام قاعد وموجود مع الشلة دي المبدعة دي أكيد هو بلحن هو أكبر منه أكبر منه أكبر منه أكبر منه. نعم. طيب محمد أنا دا أعرف أنت بتختار يعني طلال جبيل ضمنيا قال بيختار الأغاني الحقيبة المشي عليها الراحل أبو داود بيمشي عليها طوالي. نعم. أنت بتختار كيف؟ والله أنا طبعا الاختيار في الأساس أنت بتختار الحاجة اللي بتشوف إنها هي بتوافق صوتك وإمكانياتك لأنه في أغنيات كتير جدا هي جميلة أنا أحب جدا أسمعها لكن ما تغنيها لأنه حاسي إنه أنا لو غنيتها ما حجيدها فعشان كده أحسن تخليها للناس اللي بيجيدها تغنيها زول تاني. نعم. ولا شوف لك زوزي أبو داود أي مشكلة فلكن طبعا أغنية الحقيبة هي كلها أغنيات جميلة جدا ومتفردة وكل أغنية عندها طعمها المختلف وعندها مساحات المختلفة وحتى الكلمات ذاتها مختلفة عن بعض فأكيد هي اختبار حقيقي للفنان. نعم. وزي ما قلت بيختبروا بها في الإذاعة وغناء الحقيبة حقيقة هو مسؤولية والله مسؤولية كبيرة جدا جدا للفنان. نعم. يا إما أنت أجدتها يا إما سقطت في الامتحان ده وبتبقى يعني نقطة سوداء في تاريخك. نعم وخاصة انه نعم. الناس الكبار والصغار بيحبوها. نعم بيحبوها جدا يعني بيستمعوا لها الناس الكبار والصغار يطلع. اكيد على فكرة زمانك والهوى عوانك او اعوانك من الاغنيات اللي كانت في لما تمشي تجي صوتك في الاذاعة في زي سبع اغنيات كده من ضمنه زمانك والهوى عوانك يعني أنة المجروح زمانك هاي كانت قاعدة مكتوبة من يعني مكتوبة قاعدة أغنيات معينة يعني ما تجينا بأغنية غير دي. شوف انت عندك اغنيتين اغنية حقيقة واحدة من السبعة ديل تختار واحدة حقتك حقتك دي بيسمعوها كده لكن دي القاعدة في الليست عندهم واحدة من السبعة دي المقاس لازم تجيدها ليه لانه فيها الاداء الصوتي فيه تدرج ضمن هذا الحقيبة فيها الغليظ وفيها الحال زمانك والهوى عوادي احكمي فينا هذا واني أهواك فطي سلوادي كدروا ده يا طلال برغم انهم ما قروا كيف الشغل ده كيف كان ما زمان شوف هو اغلب الالحان دي مستنبطة كانت من المدايح والمدايح كلها شكل الاداء بتاعها كده فيه تصاعد فيه هبوط كده أيوه. ودائري نعم فاغلب جماعية. اغلب الالحان الحقيبه دي
واغلب كتابه كانوا مصوفين الوقت ذاك، الصوفيه كانت غالبه يعني. الدراسه كانت خلاوي وهكذا. فحتلقى الالحان مستنبطه من 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 شكل المدايح كانت حايمه في الوقت. حتى هم امين يعني، كثير منهم امين يعني، حاجه غريبه. نعم. لكن دراسه الخلوه دائما بتثقفك ثقافه دينيه ولغويه عاليه جدا. نعم، القران الكريم اكيد يعني ما في كلام ثاني. نعم. بعدين في حاجه ثانيه انا داير اضيفها قبيل على الكلام الاستاذ محمد. شوف اغلب مدن السودان كان فيها ابداع. نعم. كان فيها أكيد. ابداع لكن الخله مدني متميزه. ليه؟ لانه مدني فيها فنانين كتار انتقلوا الخرطوم لقرب المسافة. نعم، لقرب المسافة انتقلوا الخرطوم وانتقلوا بالإرث الثقافي والغنائي كان موجود في مدني مجهود. نقلوا. نعم. ده سبب خلوا أغنية على المساحة عايشة لغاية الليلة. نعم. إنه تناقلوها من بعد وفاة الشبلي، تناقلوها سلكاشي ومرورا لغاية ما جو الخرطوم رمضان زايد جو الخرطوم وواصلوا بها، عشان كده عايشة معنا لغاية الليلة. لو لاحظت يعني هي أغنية أم درمان يعني، خلاص الناس انطبعت في اذهان انه اغنيه الحقيبه هي اغنيه ام درمان. نعم، لكن الان نحن بنلقى انه هي اغنيه في مدني. صح. الامي على ما اعتقد ما من مدني، من اللبيط. نعم. او يعني ما من الخرطوم قصدي. ما من الخرطوم. وحتلقى اغلب الشعراء من مناطق لكن استقروا في ام درمان مثلا. نعم. طيب، وطبعا مدني وام درمان مدينتين متشابهات، في الطقس الثقافي، في التفاصيل، في كلها، حتى في جالياتهم، حتى في جاليات موجودة هناك موجودة هنا. ثم ثاني ده وسط السودان، وسط السودان يعني ساعتين. صح. المسافة ما دي أغنية الوسط. يعني ساعتين دي ذاتها مسافة ممكن تكون جوا الخرطوم من حته لحته. يعني انت ممكن توصل مدني داخل الخرطوم واحد ما يوصل البيت. نعم. طيب ده بيغني لي سؤال، منو يتاثر بمنو يعني المساح؟ يعني منو من الفنانين اللي تاثر بهم في فنان الحقيبه؟ في فنانين محددين تاثر بهم المساح ذاته يعني؟ نعم، المساح. طبعا المساح ما كان شاعر. فممكن يكون شاعر تاثر بشاعر يعني، مش نعم من شعر ابو صلاح العبادي، الناس اللي سبقوه يعني تأثر ببعض. كان في تواصل بيناتهم يعني؟ كان في تواصل. ما انا قبل قلت انه كان في زيارات بيناتهم. وهم جو مدني وعبيد ودرضي وكذا وكان في شاعر كبير من الشعراء القوميين دول في مدني شغال في التسجيلات. تسجيلات اللاعبين ولا الأراضي؟ عشان طلعت الأراضي انت مجرد التسجيلات طالعة من زي كده مجرد انت ما قلت التسجيلات طلال طوال في الكورة. نعم. فاسمه ابراهيم الطاش. فكان بيجوا بيقعدوا. لكن انا عندي راي صغيرون كده يعني، هي اغاني الحقيبة وشعراء في تشابه كثير بيناتهم. لكن يبدو لي شويه كده المساح في اختلاف يعني. يعني انا لما اقنب اسمع قصايد كثيره جدا في شعر الحقيبه وبجمالياتها طبعا وبموضوعها وكده يعني، وبصفه الناس يقول لك الحسيه يعني شعراء الحقيبه. انا اوصف الفتاه شعرا وجسدا وحركه وقياما وقعودا وكده بالتفاصيل يعني. المساح ما عنده كلام، ما عنده في قصائده كلها ما موجوده. والله تقريبا ما موجوده، ما غنيته هسه الكلام ده ما موجوده كلها حصته يعني. في سبب ثاني يا استاذ محمد. لو لاحظت اغلب شعراء الحقيبه كانوا متواجدين في ام درمان. وبالتالي بيتاثروا ببعضهم. يعني ده بيطلع قصيده، ده بيسمعها، بيقعد لها، ده بيعمل مجاراه، فكان الجو العام مع بعض. او البيئه اللي بينتجوا فيها القصيده كانت واحده. المساح كان بعيد منهم. وبالتالي جو مختلف. صح. ورؤيته مختلفه. صح. وبيئته مختلفه. عشان كده حتلاقي قصايده فيها اختلاف. فيها شويه كده تحليل منطقي. النقطه الثانيه يعني هم زي ما قالوا اتفقوا وبيقروا لبعض وكده، عندهم المقدمات. نعم. واللي هي بعد ذلك تتخذ رميات. وياخذ يحقق. صح. وشنو كلامنا الجميل ده كده وبتاع يعني. رميات المساح ما عمل كلام زي ده على الاطلاق يعني. خش طوال يعني اغنيه الشغل زي ما انا قلت قبيل، والمساح يعني ماهر في التغنيه بتاعت كتابه القصيده. نعم. طوال بيخترق مشاعرك من الداخل ويجذبك بتكون وانت تستمع معاه. طيب لحد نهايه القصيده هو بيشدك بصور شعريه بيرسمها، سواء كانت بوجده الشديد، سواء كان ببكاءه، سواء كان بعشقه الحارق لهذه المحبوبه. طيب نحن يعني بيجذبنا الان برضه طلال لواحده من الاغنيات الجميله. طلال حتغني شو؟ زمني الخاين
ابو دور لشهود ظلمك باين جابت لك يا ظلمك. ما هو عشان كده قصته متنوعه. نعم فيها الاغصان وفيها البكا وفيها الخيانه لكن الدموع اكثر موجوده موجوده برضه هنا موجوده. نعم نسمع عن الظلم ظلم الزمان. نعم نسمع مع طلال هذه الاغنيه الجميله. ما بدور له شهود ظلمك باين جافيت النوم زماني الخاين. ما بدور له شهود ظلمك باين جافيت النوم زماني الخاين. حب لك واضح يا جميل عذري يا بيت النوم زمني الخاين. في هواي البيت يا بدري من بدري في هواي البيت بي من بدري سير هواي البيت يا بدري من جافيت النوم زمني الخاين. ما بدور لشهود ظلمك باين جافيت النوم زمني الخاين.
حبيبي اليوم زر بعد هجعة يا فيت النوم زمني الخاين طف حبيبي اليوم زر بعد هجعة يا فيت النوم زمني الخاين كل محاسن تجي فيه مجتمع يا فيت النوم زمني الخاين كل محاسن الجيل فيه مجتمع يا فيت النوم زمني الخاين لو أفوز برضاك يا جميل رجعة لو أحوز برضاك يا جميل رجعة أنا لو أحوز لرضاك يا جميل رجعة لو أحوز برضاك يا جميل رجعة يبقى عيدنا معاك يا بهير طلع يا فيت النوم زمني الخاين ما بدور لشهود ظلمك باين يا فيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين يا فيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين يا فيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين يا فيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين يا فيت النوم زمني أرحب بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. يا طلال ما بدور لشهود ظلمك باين لما ذكر عن الظلم ما بدور لشهود إنه حقيقة يعني غناء أو أشعار هذا الشاعر الرقيق المساح ما ده اللي زول يشهد إنه يقول الشعر ده جميل ورائع واضحة من كلماته ومن دلالاته ومن المعاني اللي فيها واضحة أي زول بيعرفها يعني أنت ممكن تفرز شعره على المساح أبدور شهود ظلمك باين جافية النوم زمني الخاين نعم أشعاره بالجد متفردة يعني ما محتاج زول يقول لك ده حقة المساحة ده حقة معروفة مختلفة فيها اختلاف مع اختلافة ده نحن هناخد فاصل المشاهدين الأعزاء قصير ثم نعود نتواصل مع هذه الأغنيات الجميلة الرائعة والضيوف الجميلين الرائعين اللي جملوا هذه الحلقة بجميل الأغنيات وجميل الأداء كمان نتابع بعض الفاصل أرحب بكم من جديد واستمتعنا يعني بكلام جميل وكلام رائع ومدني
نرجع لمدني ودور الكبير اللي قامت بيه يعني حتى الان يعني يمكن بنلقى مجموعه كبيره من الفنانين يعني زملاء طلال ومحمد محمد الامين وعركي مجموعه كبيره من الفنانين رمضان حسن. انا دا اعرف انه زي ما قال طلال قبل قال في بتحس انه الغنى بتاع المساح بيختلف فيه اختلاف الحكايه دي حقيقيه وصحيحه يعني انت من خلال متابعتك لاغنيات الحقيبه وبحثك بتجد الحاجه دي يعني بتعرف دي اغنيه المساح من اغنيات الثانيه؟ طيب انا برضو باكد على كلام طلال ثاني يعني انا قبل في كلامي قلت انه اذا كان معظم الشعر الام درماني ده مطلع خلي الفرح طيب شاعر حقيبه برضو نعم عز قومي كفاك نومك وكفانا دلال يومك وانت يا الكبرتوك والبنات فاتوك في القطار فاتوا كده عنده لونيه خاصه الفرح برضه معروفه يعني قلت انه يعني المساء على الاطلاق ما اشتغل بالحسيات يمكن لو في يكون لمسه كده ساي لكن ما كان هايس بالنسبه له عنده جلخص الكلام ده كله في القصيده اللي غناها طلال انا احب لك يا واضح جميل واضح يا جميل عذري خلاص لخص المثل الحب العذري ده معروف في الجزيره العربيه مجموعه من الشعراء كان حبهم عذري ناس غيس غيس من الملوح وجميل بسينه وكثير عزه واني لارضى من بسينه بالذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله هكذا ما يعني اللقاء ما في دس اللقاء لانه ما عنده حاجه ثانيه اللقاء والنظر وتامل المحبوب محبوبه ثم يحترق داخليا بعد ذاك نعم ففي ثنايا القصيده يعني تلقى كلام جميل جدا جدا يقول انا يعني كل ما انصب الشرك هذا الشرك ما صاد ما صاد رغم انه انا اكون بالمرصاد هو نصب الشرك للمحبوب ولا شنو؟ الشرك اي اي وما يتكلم عن هذا الشيء وانه اساسا لا يجد هذه اللقيه طوالي لكن القصيده جميله جدا ولخص فيها يعني حبه العذري وحبه الصافي لمحبوبته يا محمد الشرك طبعا الشرك الان ما زي شرك زمان الان الشرك كبير وممكن يصيد نعم وزمان الشرك كان صعب ده يمكن بيدي الناس خيال الان الشغل بقى عملي اكثر يعني في 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 الميديا في لكن زمان دي بتدي للواحد خيال اكبر عشان نعم. يقدر كيف يقابل محبوبته وكذا ودي بتخلي الواحد مبدع اكثر والله طبعا اكيد الشاعر كل ما يعني اطلق العنان لخياله بيكون الابداع بيكون اكبر مما بتشوف الحياه كلها قدام عينك يعني الان زمان الشاعر لما يكتب عن محبوبه لمجرد انه لمحه مجرد لمحه طلعت دفقت مويه عملت كوره قالت حريقه طلعت شافت حاول يخفي نفسه هل يخفي نفسه هل يخفي نفسه ودي قالوا مجرد لمحه نعم مجرد لمحه نظرة ممكن يشكل فيها قصيده ثلاثه قصائد اربعه قصائد خياله منخصب لكن يمكن يكون المنع ده هو واحد من اسباب الابداع يعني لانه دائما الحاجات المتاحه كده ممنوع مرغوب الممنوع مرغوب هاي يمكن الان انا بعز انه الابداع برضه قل لانه الحاجات متاحه يعني نعم قدامك جدا اي قدامك نعم ما محتاج انه شغل خيال بالليل وتتامل في النجوم و... في ناس بيعانوا ناس بالليل يا زمان يعني ولا شغالين كلهم واتساب يعني زمان طلال برنامج الحفله ده سواء كان البنات او الاولاد هو ده البرنامج يعني اللي هو تنصب فيه الاشراك يبقوا لي شرك اي زمان يعني فكل زول بيقعد كده فاما هذا الشرك في الحفله يعني اصاب تمة المزالة بزواج او كذا او كذا او بيشوف بعدين معتصم شوف او بكلمه يعني زمان البلد كان فيها مساحات نعم يعني انت الليله بعد الحفله عشان ترجع لبيتكم بتقطع ظلمه نعم وفيافي وقد تقطع زراعه وهكذا في المساحات دي كان مخليهم يشوفوا النجوم ويشوفوا القمر ويتاملوا ويغني للظلام والجمال وكذا لكن الان النجوم تعلمهم بالعمارات يعني المفرد اختلفت لاختلاف الزمان والله هذه حقيقه يعني الناس لو سالت فيكم زول شاف النجوم 200
ما يمكن تكون شفتها قريبا. القمر الان بيرصدوها بالرصد وبيقول لك والله القمره طلعت نعم. الجو الزمان ايام الحقيبه هو كان مساعد الناس تماما بالتاكيد يعني بالتاكيد. وحتى الحياه القبيله اللي طلعت تكلم عنها الحياه الحلوه بين الناس ذات ادت الناس دافع يعني ذهنك خالي ما عندك مشكله ما عندك اي حاجه تعكر عليك خيالك. ما شوف يعني انا في رايي انه الحياه جميله ذاتها الحياة القائمة على الود وعلى التعاون وعلى المحبة هي نوع من الشعر ذاته. نعم. نوع من الشعر يعني قصيدة ممتدة يعني الآن زي ما قلت يعني وسائل الحياة الرهيبة دي والحواجز والموانع والكده يعني دللت والرقة والشفافية ده أنا يبدو لي ذاته المساحة لو جعسة في الوقت ده هل حيكتب هذا الشعر سؤال منطقي بهذه الشفافية منطقي. وبهذه الحرقة وبهذا الجمال الدواء. وبهذا الشحن يعني نعم. ولو جه الشبلي نعم. هل حيعمل المسألة دي بنفس يعني الجمال ده يا طلال سؤال ده أنا موجه لك هل بتفتكر أنه كان ممكن الحاجة دي تكون فيه ولا بيكون لو إحنا أخذنا مثلا قلنا الشبلي وعلي المساح في وقتهم الآن في ناس بيكتبوا شعر كويس ورصين في مغنيين بأصوات جميلة وفي كده لكن الطرح الآن مختلف عن زمان نعم. نعم. الطرح بتاع زمان داك في ناس بيكتبوا الليلة لكن ما لاقين رواج ليه لأنه البيئة اختلفت والتناول اختلف وجماليات بالذات اختلفت زمان أيوة. كانت شلوخ نعم والآن الميك اب يعني في كل حاجة مختلفة هو يمكن مصداق كلامك كان معنا أستاذنا بشرة قال ليه شروخ قال ليه حتى الدمعة لما تنزل بتجيب في الشلخ دي كان علامة جمالية علامة جمالية نعم جمال والضفائر يعني كان في حاجات نعم. الآن الزمان مختلف الزمان مختلف والطرح مختلف والزمن انتهى نعم نحن قبل الزمن ما ينتهي انا دار اقول يعني رساله يعني كتر خير الشروق وزهره الروض اللي قدموا لنا شاعر علي المساح وخلونا نعمل الاضاءات الجميله دي عن حياته وشعره انا تضافر باقي جهود عشان اطلع له الديوان مجموعته حتى القاعده دي بتعمل مع المدايح بتاعته مع افاق بتاعت حياته مع تسجيلات بتاعت ناس كتب عنه انا يعني بوجه شغلي ده يعني الناس اللي في مدني الزينه المهتمين بالبحث والثقافه الاهليه عملنا مجهوداتنا ودي واحده منها وشكرا ثاني لقناه الشروق لكن المجهود الرسمي نحن عايزينه من الاجهزه الثقافيه الرسمية عشان هي تقوم تجمع هذه المسألة وتطبعها في كتاب ما كثيرة نعم. على الشعر عظيم بهذه نعم. العبقرية نحن بنضم صوتنا لصوتك وإن شاء الله يكونوا بيسمعونا الآن وأنا بحيي كثير جدا الأستاذ والقاص والشاعر وانت جيت من مدني بنحيي كثير جدا الأستاذ محمد محدين شكرا لك كثير وشكرا لكم يعني شكرا برضو الفرصة اللي خلتني يعني ألاقي هؤلاء الشباب المبدعين و أولا العازفين المشرقين وناس الشروق من جديد يمكن أنا جيت هنا قبل سنتين ثلاثة يعني. نعم اشتغلنا مع بعض نعم أنا بحييك كثير جدا وبشكرك وبشكرك الفنان الشاب محمد حسن حاج الخضر وحقيقة أنا امتحت أنا شكرا لك كثير والله أنا سعيد جدا جدا كنت معكم في الحلقة دي وسعيدت جدا بالحوار الثر من خلاله حتى الواحد عرف معلومات جديدة كانت خافية عليه وسعيد جدا وبتمنى ان اكون وفقت في انه اقدم اعمال الاستاذ علي المساح يعني نحن سعدنا بك كثير والاستاذ الفنان الشاب طلال سعدنا بك كثير جدا وامتحتنا شكرا يا معتصم المساح الجميله دي في زهره الروض برنامج المشاهد وشكرا لانه انت يعني اديتنا فرصه نتغنى لعلي المساح هذا الشاعر الجميل واتمنى انه يكون مداخلاتنا يعني كانت على قدر جميل. الحلقه واحنا طبعا اقل قامه من انه نتناول شاعر كبير زي ده ونتناول الحقيبة ولكن كنا بأنه كنا قدمنا وينال إعجاب الناس أشكرك وأشكر قناة الشروق والكاميرات وفي الكنترول والفرقة الموسيقية نعم. ناجي والتاج وناجي وسامر سامر ده من مدني ومدني حاضرة معانا نعم. يعني مدني نعم. دي فيها إبداع في كلها حاضرة نعم. معانا موجودة نعم. معانا هنا نعم. مدني وأنا حقيقة استمتعت كثير جدا مش استمتعت بغناكم بس زي ما استمتعت بحديث الطيب من الأستاذ أيضا مداخلاتكم كانت جميلة ورائعة وأزعدتني جدا ونحن حنسمع شنو في النهاية حد يمل لنا الحلقة بشنو محمد حنسمع نغيم فاهك يا مزين دواي نعم شفاء البجبة قواي نعم يعني الحمد لله احنا في النهاية في شفاء وبحييكم وبحيي كل المشاهدين تابعونا وإن شاء الله حنلتقي في حلقات أخرى مع شاعر آخر وحنلتقي أيضا بالأستاذ محمد وبمحمد وطلال في الحلقات القادمة وحتى ذلك الحين لكم دائما أحلى تحية
قلبي جبر هواي نفهم فاهك يا عمد الدواي شفا قلبي جبر هواي يوم حبا ردفت واي كمي صبري بزاد جواي شفاي بجبر واي ورقي رقي جودي بدواي رقي رقي وجودي بدواي رقي رقي جودي بدواي رقي رقي وجودي بدواي رواي شفاي المجبور قواي لغفاهك يا مزن لواي شفاي المجبور قواي رق جسمي وصار حال على حبك حمل الرحال شفاي بجبر ومن بعدك أنا حالي حال من بعدك أنا حالي حال من بعدك أنا حالي حال من بعدك أنا حالي حال القمرة وصالك وحال شفاي المجبور قواي لغفاهك يا مزن دواي شفاي المجبور يا رمزين كان انقرا رمزين كان انقرا رمزين كان انقرا رمزين كان انقرا لمن بان في السراب شفاي المجبور قواي لغفاهك يا مزين لواي شفاي المجبور قواي مشتكى أنا الحافظ سير ما حكى شفاي بجبر هواي أنا الحجة بحل مشبكى أنا الحجة بحل مشبكى أنا الحجة بحل مشبكى دمع البكاء أهل المساء دمع البكاء يا ليل يا ليل أهل المساء دمع البكاء أهل المساء دمع البكاء يا ليل يا ليل يا ليل أهل ليل ليل يا ليل يا ليل أنا 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 المساء دمع البكاء أنا 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 المساء دمع المكان آه أنا المساء دمع المكان Thank you.
المساء انا 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 المساء دمع المكان يا للمساء دمع المكان انا المساء دمع المكان نغيفاك يا مزن دواي شفايل قلبك برقواي